اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الطبق ديال الكسكس اللي كيجي رائع، كيجمع ما بين الملوحه والحلاوه، التفايه والخضار. كسكس التفايه والخضار كيجي رائع للضيوف والمناسبات الخاصه. ان شاء الله غادي ندوزو نشوفوا المكونات الطريقه مع بعضياتنا. بسم الله وعلى بركه الله، هنا عندي واحد جوج دجاجات. غادي نحتاج واحد الزلافه، معلقه ديال البزار، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه، معلقه ديال الملحه، ونص معلقه ديال المروزيه. كيف ما كتشوفوا كنا بمعلقه صغيره ولكن التوابل عامره. كندير واحد الكاس ديال الماء وكنخلط التوابل كلها مع بعضياتها مزيان، وغادي نفرغها على الدجاج ونشعل عليه النار ونخليه يتشحر غير في التوابل بوحدها حتى يشرب هاد الاقامه. غادي نقلب الدجاج على الصدر ديالو، كنعرفوا الصدر هو كيبغي يطيب بزاف، نخليه يشرب هاد الاقامه على عافيه متوسطه ما تكونش مجهده. هنا ملي تشحر غنقلبو، غندير واحد الكاس ديال زيت الزيتون، ممكن ديروا الزيت مخلطه. ندير عندي هنا واحد جوج بصلات متوسطين مشلضين، ماشي مقطعين شنانه ولا مقطعه كبيره، مشلضه باش يجينا المرق عاقد وخاتر، خاص هاد البصله تذوب بحال كيف ما كنديروا المرق. البصله ضروري خاصها ما تذوب فهاد الزيت وفهاد سميتو مع هاد الاقامه، غادي تشحر ان شاء الله والدجاج هو كيتقلى معاها. درنا قبيط حزمه ديال الربيع كنجمع ما بين المعدنوس والقزبر، وكنضيفو بعد ما كيتشحر مزيان الدجاج والبصله كتذوب كنضيفو الماء الكافي، كنحاولو نحركو الدجاج اللي يكون ملتصق ولا شي حاجه، المهم نردو به الماء، وكنضيفو الكميه ديال الحمص اللي ديجا مفزك بطبيعه الحال ومغسول ومرطب. هنا غادي نحتاجو واحد الكميه ديال السميده، هنا تقريبا عندي كيلو كيلو ديال السميده، كندير فيها واحد نص كاس ديال الماء باش كنبرمها ولا كنلبسها غير بالماء، ومن بعد تنزيدها شويه ديال الزيت الزيتون غير شويه تقريبا واحد جوج معالق كبار. هنا كنزيد في المرق ديالي واحد شويه ديال زعفران شعره، انا السمن ما كنضيفوش في المرق حتى نديرو في الكسكسو، انا باش ما يجيناش السمن مجهد في المرقه وفي الكسكسو حتى يطيب ليا الكسكسو عاد كندير فيه السمن. هنا بعد ما تفار ليا الفوره الاولى كنضيف له نص كاس ديال الماء ولا كاس ديال اتاي على حسب كيلو ديال السميده، كندير له كاس ديال اتاي ديال الماء، كندير الملح صافي غير بسباتيلا. الا كانت السميده زوينه راه غير بسباتيلا نحركو كامل حتى نخدمو بيدينا صافي كيتلبس. هذا السر ديال السميده اللي كتلعب دور. هذه التفويره الثانيه، التفويره الثانيه غادي نضيف لها كاس ديال الماء، التفويره الثانيه كشبوه ماء، انا هنا درت له كاس ديال الماء كبير، كاس ديال الماء كبير عامه، والمرق كيف ما كتشوفوا المرق ديالي الدجاج طاب. غادي نحيدو وغادي نضيف الجزر، عندي هنا الجزر كل جزره مقسومه على اربعه، عندي جزر كبير كل جزر مقسوم على جوج عاد قسمته على اربعه. شوف المرقه كيفاش عاقده. هنا خديت السمن ومطيش هاد الحك، خلطتهم وغادي ندهن به الدجاج ديالي، غادي ندخلو الفرن وانتما اللي بغى يقلي يقلي. اللون ديال مطيشه كتعطينا اللون، كنديرو هنا القرعه الحمراء. شوفوا المرق تبارك الله كيجي عاقد. هنا الكسكسو التفويره الثالثه صافي اللي غنقدم فيه، كنضيف له معلقه كبيره ديال السمن، دائما كنخدم غير بسباتيلا لانني عندي سميده يعني الماركه المزيانه اللي كنرتاح ليها، كتمشي لعند العطار ولا هذا كتقول له عطيني السميده المزيانه كيعطيها غزاله
دير بحال الكسكس. كسكسو صافي كنبدا نسقي طبيعه الحال، كنسقي السميده الايه الاولى كنشربوها بالمرق. السميده راه كتبغي تشرب، شوفوا المرق كيفاش عاقد وخاسر، تبارك الله كيجي رائع. وغادي نبداو نستفو فيها داك الجزر، الجزائر اللي قلت لكم مقطع على أربعة. كسكسو بالتفاية ما كتبغيش الخضره بزاف صراحه، الله تسكن تبغي خيزو الحمص قرعة الحمراء، اللي بغى يدير القرعة الحمراء كيديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. كسكسو بالتفاية خيزو الحمص صافي، هادشي باش معروف كسكسو بالخضر والتفاية، الحمص وخيزو فقط كيجي شهوة منه ما نقولش لكم، طبق كيجي رائع خاص بالمناسبات والضيوف كيجي طوب. هنا الدجاج ديالي اللي حمرت اللي دهنته قدامكم كيف ما شفتوا، خشيته في الفران عادي تحمر كيجي ولا اروع كيف ما كتشوفوا. وقديت منه وحطيت التفايه من الفوق، ضفت القرعة الحمراء كيف ما كتشوفوا، الطبق ديالي كيجي لذيذ ورائع، كيجمع ما بين التفاية الدجاج محمر والخضر، واحد الطبق اللي كامل مكمول وغني ما شاء الله كيجي ولا اروع كيف ما كتشوفوا. تقدموه للضيوف ديالكم والناس اللي عزيزين عليكم وتاكلوه بصحة والراحة، وتنخليكم مع هاد الورود الرائعة الجميلة. سلامة وقولكم بصحة والراحة وإلى اللقاء.